ايش؟ أعدت الاعتبار المسلسل ككل، العمل ككل، التفاصيله أعاد الاعتبار لمهنة الشيخة. دنيا لم يخفك هذا الدور؟ هو دور كنت منه دائما انني نجسده، فملي عرضته عليا شركه كونيكسيون ميديا انا فرحت وخديته تحدي، وكان ضروري من اجتهاد كثير باش انني نقدر انني نوصل الشخصيه ديال حليمه فين وصلت ليها دابا. شنو انت اللي كتغني هذول؟ انا اللي كنغني. صوتك زوين. وانت كتأدي الدور ديال شيخة حليمة، واحد الوقت كنقول واش كتمثل دنيا؟ لأنه أحيانا صادقة إلى حد بعيد جدا. أنا اشتغلت مع فرقة ديال بصح اللي فرقة السي عبد العزيز الخشاني، تعلمت منهم تشياخ، كنشكر هذه الفرقة هذه لأنها ساعدتني بزاف. أكثر ما تقربت لهم عرفت بأنهم ناس كيخبيوا بزاف فيهم، ومعايا واحد السيدة اللي هي شيخة وبنتها طبيبة في فرنسا. دونك خصنا نفرقوا ما بين المهنه وما بين شنو حنا كنربيو في ولادنا.